تمام. تمام. الثلاثي الامامي في العين الاماراتي زي ما احمد اتكلم، كاكو وبلاسيوس وسفيان رحيمي، الثلاثه دول عندهم لا مركزيه كبيره جدا. يعني احنا حتى لما هنيجي نتكلم عن الحالات وهنبرز خطوره كاكو وبلاسيوس، ان هم بيدخلوا للعمق كتير جدا. سفيان رحيمي زي ما قال احمد في وقت من الاوقات كتير جدا بيتحول لجناح ايسر وبيفضي المساحه للي جاي من العمق، اوقات بيبقى كاكو اوقات بيبقى بلاسيوس، وبعد نزول لاباكوجي وتحوله لراس حربه سفيان بيروح على الجانب الايسر وبقى عنده نفس الخطوره. الميزه بص يا كابتن، دي ده اللي في الكوره دوت ده بلاسيوس اللاعب رقم 20، لعب قبل كده لبازل السويسري وسان لوزيرنو، يعني لاعب عنده مشاركات اوروبيه قبل كده. بص يا كابتن، التفاهم الكبير قوي اللي بين بلاسيوس وبين سفيان رحيمي، ده سفيان اللي في القلب بيتحرك. بص البينيه يا كابتن بتعمل له من عمق الدفاعات، سفيان بيوجد نفس اللاعب او نفس الربط بين سفيان وبلاسيوس هنا في نفس الكوره برضو. سفيان بيجيد قوي ضبط الاوفسايد وضرب مصيده التسلل، ودايما على طول بلاسيوس بيحطها له في المساحه. الكوره الحاله اللي بعدها هنروح سفيان اهو، بص نفس كل دي يا كابتن، هتلاقي بلاسيوس وسفيان اهو، بلاسيوس دخل للعمق، سفيان اتحرك خلف الدفاعات استلم الحل بعدها راوغ الحارس المرمى وسجل. ده معظم اهداف العين الاماراتي اهو. اللاعب ده بقى كاكو اللاعب رقم 10، نفس الكلام برضه يا كابتن، بيدخل للقلب اهو دايما اهو، وبيعمل الربط مع نفس اللاعب سفيان رحيمي اللي جاي من الجناح الايسر اهو، نفس اللاعب برضه هنا كاكو لسفيان اللي دايما عنده تفوق كبير جدا. يا كابتن خليك فاكر الكلام ده، عنده تفوق كبير قوي في ضرب مصياده التسلل والتحرك في المساحات. الحمد لله الاهلي ما بيلعبش على التسلل. بالظبط. ده برضو كاكو لاعب رقم 10. بص دايما يا كابتن بيجيد عمليه استلام الكوره ما بين الخطوط يا احمد، يعني بص بيستلم الكوره، هو ما بيعتمدش على انه لاعب طرف ابدا، لا دايما بيدخل لوسط الملعب اهو. ثلاثه عندهم حريه في نقطه مهمه، في نقطه التمريرات الطوليه في ظهر المدافعين، ده صحيح اللي في سفيان رحيل في عمق المدافع بالزبط. فانت النهارده انا يعني انا في مباراه الزمالك قلت ان انت لازم تبدا ضغط عالي، تمام، ودي حاجه مهمه، دي بدانا كده وكنا ممكن نسجل جونين وثلاثه في اول شوط بالظبط. مباراه بكره انا شايف ان الضغط العالي لا. ليه الضغط العالي لا؟ لا ما تبداش ضغط عالي. ليه؟ لو بدات ضغط عالي ودفاعك متقدم سفيان رحيمي هيتعبك. بالظبط هيتعبك. سفيان رحيمي عنده سرعات مع ياسر ابراهيم وربيعه، لا انت لازم بكره تلعب جيم دفاعي مميز زي ما عملت يوم اتحاد جده. دفعت بشكل كويس بس خلينا نقول توازن اكتر، يعني توازن بس مع التحولات بكره. مباراه تحولات بالظبط. فريق العين بص حضرتك سفيان رحيمي دايما عنده اصرار على العمق. بص هنا الجبهه الشمال اللي كان بيتكلم، بص سفيان رحيمي بيعرف يسرق قلبين الدفاع ازاي ويتحرك. هات الصوره اللي بعدها ماشي على طول، هنا على طول بيع. حتى كمان ضربات الراس سفيان هنا الغامق يا جماعه اللي هو عليه الاضاءه اللي عليه الاضاءه اللي هو بيلعب براسه. كمل هنا برضو سفيان رحيمي في العمق دايما عنده اصرار ان هو يتواجد في العمق. بالظبط. كمل اللي بعدها على طول، هنا وقف ثانيه واحده. بص حضرتك ده اللي بتكلم فيه. لو انا لعبت ضغط عالي بكره ولعبت دفاع عالي، انت بكره هتلاقي سفيان رحيمي مميز قوي في حته الاختراقات. فانا لازم حتى لو عملت ضغط عالي يبقى في فترات قليله قوي في الماتش، عكس مباراه الزمالك. بكره المباراه تكتيكيه محتاجه ان انا اقفل بشكل كويس واعتمد على التحولات. لازم التحولات بتاعتي تبقى شكلها كويس، لازم يبقى عندي سرعات على الاطراف. لازم ده اللي احنا عملناه في مباراه الزمالك الثانيه مش الاولى. ما هو الفرق بص يا كابتن، الفرق بين واحمد، الفرق بين النادي الاهلي، وده معانا نقطه من محاور الحالات النهارده. ايه اللي فرق بين اداء الاهلي في مباراه السوبر المصري والسوبر الافريقي؟ ليه النادي الاهلي ظهر في السوبر اللي احمد بيتكلم عليه؟ ان احنا في المباراه الاولى لعبنا جيم دفاعي، المباراه الثانيه لعبنا جيم متوازن. بص هنا بلال، هنا سفيان رحيمي بقى لما بيروح جناح، لما بيتزنق يروح منزل لاباكوجو اللي هو التجولي المهاجم راس حربه. بص هو اللي معاه الكوره لاباكوجو اللي عليه الاضاءه ده سفيان رحيمي، راح فين؟ راح جناح. فسفيان رحيمي اللي هو عليه الاضاءه فسفيان رحيمي عنده القدره يلعب مهاجم ويلعب جناح. المدرب كريسبو بيستخدمه كده، بس هو هيبدا مهاجم، هيبدا راس حربه عشان يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم وربيعه. فانا النهارده حتى لو هاجم، بص هنا برده سفيان رحيمي فين؟ هات اللي بعدها، بص لما استلم الكوره راح فين؟ دخل لجوه وشاط. دايما لما بيلعب جناح قدام إيريك اللي هو البرازيلي بيبقى سفيان رحيمي قدام، بيخش لجوه وبيقطع بيشوط. انا مهمتي بكره، بص بيعرف ياخد ضربات جزاء بكره، مين اللي هيقف مع سفيان رحيمي؟ مروان عطيه لازم يبقى تالت قدام الاثنين مباشره. لا لازم امنع الهجمه المرتده، لازم تفكيري قبل ما اجيب جون امنع الهجمه المرتده، امنع سرعات سفيان رحيمي. اخطر لعيب بكره على النادي الاهلي سرعه سفيان رحيمي. طيب خليني اسالك يا بلال على ديفنس نادي العين الاماراتي، ومن خلال الارقام اللي الكابتن الدكتور احمد ثابت جابها لنا
هي ارقام ضعيفه بالظبط، خلينا نكون بمنتهى الامانه يعني، وفي المباريات الكبيره بتهتز شباكه كثيرا يعني. كيف نستفيد من الاخطاء اللي بتبقى موجوده في دفاع نادي العين؟ بص يا كابتن، نادي العين عنده مشكله كبيره جدا في المساحات اللي بتبقى دايما موجوده خلف الظهير الايمن والظهير الايسر، اللي هو بندر الاحباب رقم بندر الاحبابي الظهير الايمن، وايريك البرازيلي. بندر الاحبابي، بندر الاحبابي. ايوه انا لسه راجع من الامارات وكده كده انا فهمتها. بندر الاحبابي الظهير الايمن دايما عنده مسانده هجوميه، لان هو في وقت من الاوقات يا كابتن كريسبو بيحول الظاهرين لاجنحه علشان يدي علشان يدي احمد فرصه لبلاسيوس وكاكو ان هم يدخلوا لعمق الملعب. لان خلي بالك احنا النادي الاهلي، بص يا كابتن، دي مثلا دي حاله من الحالات في مباراه الهلال. بص خط دفاع العين كله متقدم، ودي ده الكره مع نيمار تقريبا يا احمد لما نزل في اخر المباراه حاله 1-1. بص يا كابتن الحاله اللي بعدها، بص سوء التمركز اللي عند رباعي الدفاع. الوقفه نفسها غلط، التحرك. الكره دي بالمناسبه اصفرت عن هدف. يعني رغم ده الطرد تقريبا. ده الطرد كانت الطرد. دي بقى بص يا كابتن، دي برده حاجه ثانيه. الكره دي اللي هناك في اليمين خالص ده يا احمد كانسيلو هيستلم الكرة دلوقتي. بص يا كابتن، بص انا عايز انت حضرتك تشوف المساحة اللي ما بين قلبين دفاع يا جماعة. خلينا بقينا نقول كانسيلو ونيمار ومش عارف ايه، ده في الدوري السعودي، لعيبة في الدوري السعودي يعني، ما بتتكلمش عن الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا مانشستر سيتي، انت بتتكلم على الهلال السعودي وكريستيانو يعني، فبقت الدنيا طبيعية يعني. اتفضل. بص يا كابتن، المساحة الكبيرة اللي ما بين قلبي الدفاع كاردوزو وكوامي زي ما احمد اتكلم وشرح. بص يا كابتن، سافيتش واقف لوحده خالص في وسط قلبي الدفاع، الكره هتتلعب على طول اهي العرضيه من كانسيلو، ارتقى للكره. بص يا كابتن، المساحه كبيره قوي ما بين قلبي الدفاع، ارتقى سافيتش بمنتهى الحريه. المهاجم طالع لا متراقب واللعيبه بتبص على الكوره. بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور احمد، انا يعني مثلا في الريال والبارسا، ما ليفاندوفسكي ملتاو ومش عارف جنبه تشاوميني ولا مين روديجر، والكره بتترفع وطالع وبيحطها بدماغه في الجون، وكان الجون الثالث باين او حاجه زي كده. اي فرقه لها انكاكو وانكاطبع اي فرقه لها انكاكو وانكاطبع. احنا بنتكلم ازاي نقدر نستفيد من الثغرات اللي عند فريق العين بكره. المساحه، بص يا كابتن، دايما خط الدفاع بيلعب هاي يعني ضغط عالي دايما. المساحات في ظهر الظاهرين دايما هتلاقي الظاهرين مش موجودين يعني. بص الصوره دي يا كابتن، ودي انتهت بهدف لما راحت طويله بالظبط، سالم الدوسري راوغ الحارس بالظبط وجاب هدف. دي دي النقط اللي احنا لازم نشتغل عليها بكره كويس قوي. حسين الشحات، بيرسي تاو في سرعه الكره، ده الظهير الايمن بقى كابتن بدر الاحبابي اهو. سمح للاعب الهلال ان هو يصوب زي ما سمح هناك ايريك الظهير الايسر للاعب الهلال يا احمد ان هو يعمل الكروس. الظاهرين بلغه الكره كابتن طيبين شويه يعني، حتى في الكور بيهتموا بالجانب الهجومي شويه جدا جدا يعني. هو دايما حتى بلغه الارقام زي ما ثابت عرض، عندهم ارقام هجوميه كبيره جدا، في المقابل ارقامهم الدفاعيه يعني خطيره جدا. سهل جدا ان انت تقدر بكره تشتغل على المساحات اللي خلف الظاهرين، تقدر تلعب في العمق. وسام ابو علي يقدر بتحركاته، وسام مميز بالمناسبه في حاجه يعني تميز اي فيرود، وحضرتك اكيد عارف التحركات العرضيه. وسام دايما بيتحرك بالعرض زي سفيان رحيمي ما بيفضل بيصبر لحد ما بتتعمل له التمريره. مهمه بكره امام عاشور واحمد نبيل كوكا لو شارك من البدايه، وحسين وتاو او طاهر لو شارك، ان هم يعملوا لوسام التمريرات اللي في العمق. دايما يستغل المساحه اللي خلف الاظهره والمشكله اللي في العمق بين قلبين الدفاع. طيب في حاله عوده يحيى نادر مع بارك يونج، هل ده ممكن يدي شويه استقرار وثبات لدفاع نادي العين؟ اعتقد هو، بص حضرتك، هو مشكلتهم كلها في التحولات. التحولات الدفاعيه. يعني لو معانا نقاط الضعف، بس لو نجيب اول صور في نقاط الضعف. يلا. ليه بقول لحضرتك ان بكره الجيم مطلوب من كولر ان هو يلعب جيم تحولات، يعني ان انا هدافع بشكل كويس واتحول. ليه؟ هم فرقه الارتداد الدفاع مشكلتهم الاساسيه في الارتداد. بص، والجبهه اليسرى. يعني هنسرع برضو. بص حضرتك هنا عندهم ايريك دايما هنا، بص الجبهه الشمال عندهم مشكله فيها. بص المهاجم فاضي. الاثنين المساكين سايبينه والناس كلها عينها على الكوره. هنا وسام ابو علي ممكن بكره يسجل من خلال ده. وقف بقى الصوره دي ثانيه واحده. هنا مشكلة فريق العين الإماراتي اللي لازم كولر يبني، أنا شايف وجهة نظري إن هو يبني خطته عليها. عندهم مشكلة في التحولات. بص الارتداد بتاعهم، هم دي كانت على فكرة ضربة ركنية ليهم. على ما يرجعوا بياخدوا وقت جدا. دي خلصت بجون. فدي وكذا كورة في الوقت الضايع. ودي كذا كورة. فأنت النهاردة عشان كده مهم هدافع بشكل كويس. طب تحولاتك هتبقى، ما أنا مش مهم إن أنا دافع بس. لا، أنا عايز تحولات. طاهر لو هيبدأ ناحية اليمين، حسين الشحات لو هيبدأ ناحية الشمال،
لازم تعمل لي تحولات، لازم يحيى عطية الله ينطلق، عايز تحولات تبقى بشكل كويس عشان تقدر تكسب الفرقة دي، لازم تحولاتك تبقى شكلها كويس. طول ما تحولاتك شكلها مش كويس مش هتعرف تكسب. عندك حاجة تاني في الفرقة؟ كمل كمل الصور. بص حضرتك هنا دي الجبهة اليسرى. نعم. كمل. برضه هنا نفس الجبهة اللي بيشتغلوا عليه، أي فرقة بتشتغل على إيريك اللي هو الجبهة اللي هيبقى فيها حسين الشحات وأكرم توفيق لازم تشتغل عليه. هات بقى الضربات الركنية بعد إذنك. الضربات الركنية مهمة جدا جدا جدا. الضربات الركنية هتلاقيها في الملف اللي قبل ده. واحدة من أهم الحاجات اللي بيشتغلوا عليها فريق العين الإماراتي. بيعملوها على القريبة. على القريبة. عندهم اثنين. لو بتتلعب الناحية دي ناحية الشمال في ثلاثة بيروحوا. واحد بيبقى واقف ورا، واحد مقرب. أيوه بص هنا حضرتك ده دول اثنين. أهم. هات الصورة اللي بعدها بس. ده الجون اللي جابه. وقف بقى. هنا بيبقوا ثلاثة، واحد بيبقى واقف ورا اللي هو إيريك، واثنين أهو عشان يلعبها الرقم ثلاثة. فالنهارده لعيبة الاهلي لازم تخلي بالها من النقطه دي، ان انا عندي ثلاثه بيبقوا في الضربه الركنيه غير مراقبه نهائي، بيعملوا زياده عدديه في جنب. تكتيك حلو بصراحه. وبعدين بتقوم مرفوعه لمين؟ لفابيو كاردوزو، عشان كده قلت لك فابيو كاردوزو لازم يكون بادئ. كمل. هتلاقي برده هنا ضربه ركنيه ثانيه اتلعبت على اثنين، هتلاقي الثالث واقف ورا. هات اللي بعدها اهو نفس الشكل. نفس الشكل بتترفع لمين؟ لفابيو كاردوزو المدافع البرتغالي. يبقى انا حفظتهم. انت قدامك الناحيه ديت ثلاثه بيروحوا، يبقى انا لازم ازود واحد. نعم. لعيبه الاهلي تبقى حافظه لازم ازود واحد. هم بيستخدموا كاردوزا كابتن زي ما احنا بنستخدم في وقت من الاوقات ربيعه. نعم. او كنا بنستخدم محمد عبد المنعم في وقت من الاوقات. لانه بيجيد الكرات. احنا كنا بنرفع على مره واحده. هم هنا بص هم هنا بلال. نبعت له تحيه بقى على الهواء. توفيق منعم. توفيق مفتقدينك بس بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. والف مبروك التألق للمباراة الثالثة على التوالي. امبارح عمل ديربي موناكو وشال واحدة من الأخطاء. لا ما بتتشالش يعني. بالظبط. وأنا بيني وبينك على الهواء قالوا لي موناكو كسبان واحد، اتنكت. طلعت قال لك ده نيس كسب 2-1، قلت لهم كنت تقولوا لي كنت عشان أعمل فرح يعني، زي ما عملنا فرح لصلاح. اتفضل. فهنا هنا بص حضرتك الضربات الركنية برضو بتتلعب على مرتين، هنا نفس الشكل، هات اللي بعدها ماشي. برضو ايه فابيو كاردوزا هو سجلها براسه. اذا سلاح مهم عندهم الضربات الركنيه. سلاح مهم ولازم نخلي بالنا. الضربات الركنيه. الضربات الركنيه سفيان رحيمي. نعم. تسديدات كاكو. نعم. خطورتهم في الضربات الركنيه. نعم. التمريرات الطوليه اللي بيلعبوها لسفيان رحيمي. تسديدات كاكو اللي هو صانع الالعاب. بالظبط. ده دي ابرز خطورتهم، لكن عندهم مشاكل. اهم حاجه الارتداد. بطيئين جدا في الارتداد، لازم انت تستغل التحولات بتاعتك تكون بشكل كويس، والضربات الركنيه اللي عليهم. نعم. مش كويسين فيها، زي ما اتكلمت برضو في نقطه حارس المرمى. انا بشوف ان التسديدات بتاعتنا مهم جدا بكره جداً ان نشوف. طبعا. طيب. طبعا. قبل ما نخلص العين، لو عندكم حاجه ثانيه في العين قولوا لي، بس قبل ما نخلص العين دايما اللي معروف يعني بحكم برضو ليها صداقات و ان العين بيجيد اللعب خارج الامارات، يعني هو مش من النوع اللي بيخاف من تواجد جماهيري او لا، بيجيد اللعب ما عندوش مشاكل خالص. عملها السنه اللي فاتت. نعم عملها السنه. ده اللي ميز له في بطوله اسيا اللي فاتت. بالظبط. كسبان النصر، كسبان الهلال. ممكن اقول حاجه؟ عارف ليه يا كابتن؟ طبعا. عشان هم ميزتهم بره ملعبهم ان الفرق بتفتح فبتديهم مساحات ورا، فسفيان رحيمي بينطلق. نعم. عشان كده بيتالقوا بره ملعبهم. مظبوط. وحاجه ثانيه بزود على كلام ثابت، ان معظم التشكيله من اللاعبين الاجانب. يعني حتى ما عندكش غير عندهم سبعه ارجنتينيين في الفرقه. يحيى نادر لو لعب، محمد عباس والحارس اربع لاعبين وسبع لاعبين اجانب. فانت عارف يا كابتن ان ثقافه اللعيبه الاجانب بتبقى دايما مباريات داخل او خارج الارض. بالظبط. بيلعب كوره يعني دايما. وحتى هم راحوا للمدرسه اللاتينيه يعني كاكول لاعب رقم 10 ده لعيب كابتن تستمتع بيه. ما نتمناش نستمتع بيه بكره يعني، بس هو لعيب مميز قوي من باراجواي. بلاسيوس من الارجنتين كمان يا كابتن. عندهم لعيب اسمه ماتيو سانابيرا. ده رقم 21. عنده 20 سنه، لعيب ارجنتيني بينزل. ده اللي احرز الهدف اللي ثابت كان بيتكلم عنه لما لابا كوجا نزل عملها له بالعرض لما سفيان وقف. جناح ودخل بيلعب مكان محمد عباس. بالظبط. لما بينزل في الشوط الثاني لعيب مميز جدا، مهاري بصوره كبيره قوي. عندهم كمان لابا كوجا طبعا احنا اتكلمنا عليه. عندهم لعيب ارجنتيني ثاني اسمه انفانتينو بيلعب في وسط الملعب. كورته اتهاجم عليه كريسبو شويه. بالظبط. يعني هو برده لسه لعيب صغير. وعندنا يعني اخر اللي استغربوا له شويه يعني. يعني هو مايل شويه. طبعا انت عارف ان حضرتك ان هو ارجنتيني، فجايب مواهب شباب صغيره ممكن نجح بعضهم وممكن لسه. في كمان سالموني ده باك ليفت ارجنتيني برضو. لما بيشارك بيبقى عنده مردود ايجابي. فاعتقد ان على ارض الملعب يا كابتن النادي العين عنده كل الادوات اللي تمكنه من الفوز. النادي الاهلي ان شاء الله كمان عنده كل الادوات اللي تمكنه من الفوز. مباراه ابطال قارات زي ما حضرتك قلت في الانترو.